السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حكاية خلي بالك طنطا مش بلد الأونطة، وهنعرف يعني ايه كلمة أونطة معناها ايه، وهنعرف ان طنطا اخرجت لنا علماء، اخرجت الشيخ محمود خليل الحصري، واخرجت لنا الفنانة القديرة رائدة من رواد المسرح العربي أمينة رزق، والدكتور والروائي أحمد خليل توفيق، أحمد توفيق، والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. يلا نعرف تفاصيل. أولا، كلمة أونطة جاية من الكلمة التركية أفانطة، أفانطة، ومعناها الحصول على الشيء بدون تعب. يعني الناس الفهلوية اللي هم ما بيتعبوش وبيحصلوا على المال وعلى الشهرة، الفهلوية الأونطجية. بس طنطا مش كده، والدليل على كده لو شفنا في التاريخ، تاريخ مصر الحديث، هنلاقي الشيخ محمود الحصري، الشيخ محمود خليل الحصري من طنطا، السيدة القديرة الفنانة فنانة المسرح أمينة رزق، والطبيب والكاتب أحمد توفيق. هنبدأ بالشيخ محمود، الشيخ محمود خليل الحصري ابن طنطا، اللي اتولد سنة 1917 ومات سنة 1980. اتولد في قرية شبرا النملة في طنطا. والشيخ محمود خليل الحصري انضم إلى المعهد الديني في طنطا، وتعلم القراءات العشر للقرآن الكريم في الأزهر الشريف، وشهادته في الأزهر كانت في علم القراءات. وفي سنة 1944 كان ترتيبه الأول، وتقدم إلى الإذاعة المصرية، وكان قارئا للمسجد الأحمدي في طنطا سنة 1950، وفي سنة 1955 قارئ للقرآن الكريم في مسجد الحسين، وأول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم. وظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة تسجيلات الشيخ الحصري لعدة سنوات. وأيضا كان له أعمال خير كثيرة، فقام بالدعوة لإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، نقابة لقراء القرآن الكريم، والدعوة لإنشاء كتاتيب لتعليم الصغار القرآن الكريم. ونجد اهتمامه بنقابة لقراء القرآن الكريم، وكان يدعو ويناشد ويجتهد، ويرى ان من الأساسيات والأشياء التي يجب ان تدعمها الدولة والقطاع العام والخاص الحفاظ على هؤلاء قراء القرآن الكريم، وتضمن لهم سبل العيش الكريم بعد أن يكبروا في السن ويخرجوا يعني من الوظيفة الحكومية ومن وظيفتهم، يعني بعد سن 60 وبعد سن المعاش، نوفر لهم دخل لأنهم أفادوا المجتمع. وأيضا ينادي بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم، يعني كتاتيب، وهذه المكاتب كتاتيب تكون في جميع المدن والقرى المصرية. وكان يشجع أولاده على حفظ القرآن الكريم، وكان يعطي لكل من حافظ سطرا من القرآن الكريم قرش ساغ. ده في البداية طبعا لما كانوا صغار جدا، بعد كده زود لهم المكافأة، وكان بيعطيهم قرش ساغ
بجانب المصروف اليومي. يعني في مصروفين، مصروف اليومي في ايدهم ومصروف زيادة عشان حفظ القرآن الكريم. وكانت النتيجة أولاده التزموا بحفظ القرآن الكريم ذكور وإناث، والحمد لله الكل أتم حفظ القرآن الكريم. الشيخ الحصري صوته الجميل جعل أهل فرنسا تدخل في الإسلام، فبمجرد سماع بعض الفرنسيين لصوت الشيخ الحصري دخلوا في الإسلام. كانوا حوالي 10 فرنسيين من فترة طويلة. ودلوقتي هنروح لموقع تويتر وحنعرف منه بعض مواليد محافظة طنطا. هؤلاء نجحوا وساهموا بنجاحات كثيرة في المجتمع المصري. فطنطا مش بلد الأوانطة، طنطا بلد الكاتب والطبيب أحمد خالد توفيق، الذي كتب سلسلة ما وراء الطبيعة، وهي عبارة عن قصص رعب. ولد سنة 1962 وتوفي 2018. الكاتب أسامة أنور عكاشة ولد 1941 وتوفي 2010، من مواليد طنطا أيضا، وكتب مسلسلات عديدة للتلفزيون المصري، منها ليلة الحلمية. الفنانة القديرة أمينة رزق، وهي تلميذة الأستاذ يوسف بيك وهبي أستاذ المسرح. هذه الفنانة ولدت 1910 وتوفيت سنة 2003، وهي رائدة من رواد المسرح المصري، وهبت نفسها للمسرح ولم تتزوج. الفنان محمد ثروت، الفنان المهندس المطرب، فهو بجانب عمله في مجال الفن هو مهندس ميكانيكا إنتاج من طنطا محافظة الغربية. من أكثر من 20 سنة قام بإنشاء دار للأيتام. هذه الدار توفر لهم السكن والتعليم. وهكذا تنتهي أسطورة طنطا بلد الأوانطة، وخدعوك فقالوا طنطا بلد الأوانطة. قرأوا التاريخ وعرفوا حياة الشيخ محمود الحصري ابن طنطا، فنانة قديرة أمينة رزق، والطبيب الكاتب أحمد توفيق، والكاتب أسامة أنور عكاشة، ودور المهندس المطرب محمد ثروت، وقيامه برعاية الأيتام. كل هؤلاء نماذج مشرفة لطنطا، فطنطا ليست بلد الأوانطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.